تميزت منطقة القصيم بوجود عدد من المواقع التراثية القديمة التي حولها بعض الأهالي إلى متاحف خاصة أسهمت في حفظ الموروث الشعبي للمنطقة، كما في المتحف التراثي الكبير في محافظة الرس قلعة جدعية التي أصبحت مقصداً لعشاق التراث بالمملكة. وتميزت قلعة جدعية التي بنيت بما يزيد على 13,000 لبنة من الطين الخالص مع مجموعة كبيرة من الصخور الصلبة لتكون أساساً في قواعد البناء وتتجمل بالروازن والمصابيح. وتبلغ مساحة قلعة جدعية التراثية بحوالي 6,000 متر مربع وتحتوي على أكثر من 30,000 قطعة تراثية.